بعد ما ننتقل. سيد حاكم هسه راح اروح اتوجه للطالبيه بس نعم. اني صراحه واني داخل استوقفني جدا هذا البرج. برج الطيور. برج الطيور. اي يعني طبعا عن الأئمة عليهم السلام يستحب تربيه يعني الدواجن الحمام ومستحبه والاطفال يحبوها. تمام اكيد صحيح. اي وهن حلوات يعني. حلوات اكيد طبعا. طيب هي نعتبرها ممكن ايضا حتى من هواياتك؟ شنو هواياتك؟ شنو هوايات السيد حاكم الزامري؟ لا هي يعني مو هواياتي بس يعني للاستحباب انه تربيه تمام. يعني الحمام بعيدا ايضا حتى عن تربيه الطيور والحمام. لكن انا شنو هواياتك بالمحتاج يعني وتأدي مثلا ركوب الخيل مثلا ايضا السباحه يعني السباحه اكيد نعم. وكره القدم نعم والقراءه نعم. اخر كتاب قراته يعني صار لي فتره ما قاري طبعا اكثر الكتب تميل لها للقراءه يعني كنت اقرا روايات نعم مثلا البؤساء صح ارنست همنغواي وكتاب عالمين يعني منو جت الحكومه وعلى وش خايفه من الحكومه ابو احنا ايش ماخذين من الحكومه يا يمه حتى حصه ما مستلمين المفروض الحكومه يا تخاف من عندنا ولك يمه خاف ماخذ طير من عندهم وجوي عليه ابد روح لابويا ولك ذولا نفسهم مطير شيه ولك يمه